All right, my name is Luca Magnotta and I'm 25. And what do you do for a living? I'm a model. I'm pretty comfortable in front of the camera, so I've been doing it for a while and it's been working out pretty good for me, so. What's up and hi to all my fans. عندما نغوص في عوالم القتلة نقرأ الكثير من القصص عن تصرفات مريضة وأفعال شاذة قاموا بها. نحاول أن نتخيل ما قاموا به، لكن مهما بلغ اتساع خيالنا فإننا لا نستطيع أن ندرك شعورهم كما لو كنا معهم عند ارتكابهم لجرائمهم. لكن هذا لا ينطبق على قصة اليوم، فالقاتل في قصتنا هذه أراد لنا أن نشاهد جريمته كما لو كنا معه، نعيش تفاصيلها بأنفسنا لا أن نسمع أو نقرأ عنها كبقية الجرائم. فأعد عدته المكونة من بعض الحبوب المخدرة ومعولا لتكسير الثلج، إنها آلة تشبه السكين وكاميرا تصوير، وشرع في تنفيذ خطته. في اليوم 25 من شهر مايو عام 2012 فوجئ الكثير من مستخدمي الإنترنت بمقطع مدته 11 دقيقة منشور على موقع كندي متخصص في المقاطع الصادمة، لكن هذا المقطع تخطى كل الصدمات التي تعرضوا لها جراء تصفحهم هذا الموقع. في بداية المقطع يمكن أن ترى شخصا تبدو ملامحه آسيوية في بدوية مستلقي على سرير وأطرافه مقيدة بحبال إلى أطراف السرير. يعرض السرير ملصقا للفيلم الشهير كازابلانكا، يحاول أن يتحرك لكن دون جدوى. يبدو أنه لا يدري ماذا يحدث له. يظهر شخص آخر بجوار السرير مرتديا ملابس سوداء اللون، رأسه مغطى فلا يمكنك أن ترى وجهه، ويمسك بسكينا ويبدأ بنحر رقبة الضحية من اليمين إلى اليسار على أنغام أغنية True Faith لفرقة New Order الإنجليزية، تماما كما في بداية الفيلم الشهير American Psycho. ثم جاء بقميص أسود اللون وضعه على وجه الضحية وكأنه لا يريد لنا أن نتأكد من مفارقته للحياة. ثم استلم معول الثلج وبدأ في طعن الضحية في منطقة البطن والصدر. استمر الطعن لعدة دقائق ليصبح مجموع الطعنات حوالي 100 طعنة. ربما أصابه الملل أو ربما لم يرد للمشاهدين أن يصاب بالملل، فقرر أن يقطع عدة شرائح من الفخذ الأيسر ثم اتجه للذراع الأيسر، وكل هذا استغرق 11 دقيقة فقط، وذلك لأن المقطع تم تعديله باستخدام أحد البرامج مما أدى إلى الاختصار الكثير من الوقت. وعلى الفور انهالت البلاغات من زوار الموقع على شرطة تورنتو التي اتخذت على عاتقها مهمة البحث على الجاني، التي لم تكن مهمة سهلة على الإطلاق، فالمقطع لم يظهر أي شيء يدل على القاتل أو مكانه، مما شكل ضغطا كبيرا على أجهزة الشرطة. استهلت الشرطة جهودها بتحديد هوية الضحية وهي المهمة التي لم يكن تكن صعبة في ظل ظهور وجهه في المقطع. الضحية هو لين جين، الطالب الصيني في كلية الهندسة في جامعة كونكورديا. زادت الضغوط على الشرطة عندما قرر القاتل أن يعبث معها، فأرسل طردا يحتوي على قدم الضحية اليسرى إلى مقر حزب المحافظين الكندي، وآخر يحتوي على اليد اليسرى إلى حزب الأحرار الكندي، أحرق أحزاب الدولة. كانت الشرطة بحاجة إلى خيط يدلها على الجاني. هذا الخيط تمثل في بلاغ من حارس عقار استطاع أن يعثر على جذع بشري متحلل في حقيبة ملقاة في مكتب النفايات. قامت الشرطة بتفتيش المكان لتعثر على المزيد من البقايا البشرية وثياب ملطخة بالدماء إلى جانب أدوات حادة، لكن أهم ما عثروا عليه لم يكن داخل مكب النفايات، بل كان داخل الكاميرا المراقبة المعلقة على مدخل أحد البنايات والتي أظهرت من قام بإلقاء هذه الحقيبة، والذي لم يكن مغطي وجهه هذه المرة لم يكن سوى لوكا مانيوتا.